الاستاذ اسلام ومحمد. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ روح رياضيه طبعا. لو خطفت منه العشر نقط دول مدام هند مش هتسيبه. مش هتسيبه ان شاء الله خير. رياضه. والسؤال هو: من هو اللاعب المصري الاكثر تسجيلا للاهداف في نسخه واحده من بطوله كاس الامم الافريقيه لكره القدم حتى عام 2021؟ خطف منك البازر. خلي بالك لو اجابتك غلط اجابته صح. تمام. اجابتك حسن الشاذلي. حسن الشاذلي كان التاني مش الاولاني. هارد لك. اجابه خاطئه. مين بقى؟ حسام حسن. حسام حسن. حسن الشاذلي جاب 6 اهداف 1963. حسام حسن جاب 7 اهداف 1998 في بوركينا فاسو. هارد لك يا محمد. اجابه صحيحه. حاولت يا محمد. هارد لك. النتيجه اتغيرت: 80 عيله الدسوقي، 20 عيله حسنين.